صباح الخير أستاذ عصمت. صباح الخير أستاذ علي. أهلا بك. يعني الوضع قاعدين بيحكوا عن نتنياهو بمسكنه وبيته، القصة بتكبر، ويعني قصف الفيلا تبعت نتنياهو كان إلها أبعاد كثيرة في الإعلام، لكن عمليا أنا مش شايف إنه تغير إشي في الحرب. يعني فعلا هو حدث استثنائي، يعني هذا حدث مش كل يوم بيستهدفه وبصيبه منزل رئيس وزراء في إسرائيل، ولكن أيضا هو يعني يحاول نتنياهو أن يستثمرها. أولا يحسبها محاولة اغتيال، وهذا بعطيه مشروعية بالغطاء يعني قدام العالم أنه يتفلت من القيود اللي بتحاول أمريكا تحطها عليه. فورا أشار لإيران، يعني كان إيران خلفها، وإيران حاولت اغتيال، هيك العناوين في إسرائيل، حاولت اغتيال نتنياهو، عشان هو لو رد واستهدف يعني مؤسسات حكم أو محاولة اغتيال شخصيات في إيران يكون في عنده هذا الغطاء. ولذلك هو يعني ما مش راح يتبين الرد عليها إلا لما يجي الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية. وأيضا نشوف كيف الاستهداف لحزب الله بتصاعد، يعني امبارح انتقل يعني نقلة جديدة، ما بيستهدفوا هلا أسلحة ومقر مخابرات أو زي كانوا بيدعوا في الأول، الآن مؤسسات اقتصادية بنوك ومصارف وبنوك ويعني وهذا وتوسيع للمواجهة مع حزب الله. بصراحة يعني أكيد مش فيها مصاري هاي المؤسسات، وبعرف حزب الله وأعلنوا مسبقا الاستهداف، ولكن مجرد استهدافها وتوسيع دائرة الأهداف يعني وكأنه إسرائيل توسع حربها على حزب الله وتحاول تخليها شاملة. طبعا هذا الحديث بالضبط بيجي وبالتزامن مع رسالة أرسلها مكتب نتنياهو للإدارة الأمريكية حول حل في لبنان. هو يقترح صيغة حل، وهذا الحل هوكشتين وسيط راح يحمله اليوم لبيروت، وفي إنه إسرائيل إنه لبنان يعني حزب الله ينسحب إلى الليطاني كما نص القرار، ويعني الصيغة المعروفة، لكن بشرط إنه يكون التطبيق يعني بإشراف إسرائيلي، وإنه الجيش الإسرائيلي هو اللي يكون مسؤول عن يعني التأكد من إنه في التزام، بمعنى إما يحطوا نقاط مراقبة أو يكونوا مشرفين أو يعطوا حالهم حق إنه إذا صار أي اختراق أو أي حدا من حزب الله قرب إنه يعني يستهدفوه. وكمان راح يتضمن تقوية الجيش اللبناني وغيرها، يعني واضح إنه في مساعي في هذا الإطار لمحاولة يعني إيجاد حل في لبنان. وأنا قلت ربما عندك أكثر من مرة أخي علي، إسرائيل من لبنان أهدافها واضحة ويمكن إجمالها باتفاق الآن غدا بعد الضربة الإيرانية بعد، لكن المشكلة تكون في غزة، هم يريدون فصلها عن غزة والاستفراد في غزة. ولاحظوا أن نتنياهو يتجاوب مع أي طرح سياسي حتى لو كان يعني غير جدي إلا في موضوع غزة. حتى الآن هو يعني رغم أنه اللي لا أجرى نقاش ويتحدث عن صفقة، ولكن هو يتحدث عن استسلام، هو يتحدث بالصيغة اللي قالها في خطابه، إلكوا سلاحكم سلمونا إياهم نعطيكم مجال تخرجوا من غزة وإلى آخره. لذلك يعني الأمور تتداخل وبتتعقد ويمكن فعلا يعني خلال أيام نشوف الرد الإسرائيلي على إيران، وبعده نشوف حلحلة لموضوع لبنان، ويبقى موضوع غزة اللي كل هذا يجري على وقع الإبادة اللي بتصير في الشمال. على كل حال هو يعني عشان أنا ما نروحش أنا وياك باتجاه أنه الناس تتشائم، أعتقد أنه مرتبط كليا يعني بنسبة عالية بالانتخابات الأمريكية ما سيحصل في غزة. هذا سيحصل، يعني هذه الانتخابات مؤكد أنها راح تأثر بشكل مباشر على استمرار الحرب أو عدمه. وإسرائيل رايحة في حرب يعني بلا رحمة يعني في الشمال غزة، وتقوم يعني ما يصفه الإعلام هناك بحرب إبادة. العالم يعني جمهور العرب جمهور، لا أحد يتدخل في غزة، كأنهم ينتظرون موت غزة بما فيها. كان رابين عندما قال تغرق غزة في البحر أراد، أو هو كان لسان حال الزعماء، الكثير من الزعماء العرب والعالم. يعني صحيح، شوف بالنسبة لغزة مرتبطة أصبحت كليا يعني شكل الوضع بما يحدث في أمريكا. بقي أقل من أسبوعين للانتخابات الأمريكية أو أسبوعين تقريبا، ونتنياهو لن يتخذ أي خطوة قبل أن تتضح هوية الإدارة الجديدة والرئيس الجديد، بمعنى إذا جاء ترامب هذا بعطيها مش أوسع
أنه يستمر ويفرض واقعه، حتى ربما العودة لمشروعه الأساسي للتهجير. أول شيء فكر فيه نتنياهو والخطة اللي كانت لدى نتنياهو تهجير أهل غزة. هذا الموضوع أحبطوا الناس اللي صمدوا وأحبطته مصر بصراحة نحكي، يعني رغم الملاحظات الكثيرة ممكن، لكن في موضوع تهجير الرئيس السيسي ومصر قالوا يعني لن يمر لو بثمن اتفاقية السلام، بثمن مواجهة عسكرية بأي ثمن. والأردن ذات الشيء، يعني في حينها أنه كان خوف كبير أنه إسرائيل فعلا تكذب، أول كلمة حكاها نتنياهو في 7 أكتوبر أخرجوا سندمر غزة، هيك طلب من أهل غزة وخاطبهم مباشرة نتنياهو. هذا كان مشروعه، وأنا لدينا معلومات يعني من أعضاء كنيسة التعرب أنه كان نتنياهو يلام من اليمين أنه لماذا تراجعت عن مشروع التهجير، وقالهم أنه هذا يعرض مع مصر لمشاكل وتصعيد. قالوا لي بنحل، يعني أي شيء بنحل إلا مسألة أنه نضيع فرصة التهجير. لذلك هو كان مشروع التهجير هو الأساس، والآن ربما إذا جاءتهم يعني يعود لهذا. يعني خلينا نحط كل السيناريوهات الصعبة والسيئة، لأنه هذه حكومة فاشية، ونتنياهو مشروعه في غزة وفي الضفة أيضا قائم على فكرة التخلص من الفلسطينيين وحسم الصراع معهم للأبد من خلال يعني إزاحتهم وقتل من يقتل منهم وتهجير من يهجر وإخضاع من يبقى منهم يعني ضمه لإسرائيل أو أي صيغة أخرى. ولكن إذا جاءت إدارة ديمقراطية واستمر الديمقراطيين، الديمقراطيين توجههم واضح، يريدون أن يحولوا يعني الانطلاق من غزة لعملية تطبيع وتحالف إقليمي وعملية سلام والأخير. هذا لا يعني أنه رح نرجع نحكي عن دولتين والأخير، ولكن ممكن على الأقل يكون في أفق سياسي. وهنا سيمارس ضغط على نتنياهو كبير، خاصة أن السنوار لم يعد موجود وكل الذراع اللي كان بيذرع فيها انتهت، وقوة حماس بنظرهم يعني تضررت كثيرا، وحكمها لن يعود إلى غزة، وبالتالي يمكن اعتبار أنه أهداف الحرب تحققت، وبالتالي الآن الانتقال لمرحلة جديدة. ولذلك هو لن يتسرع وسينتظر إلى أن تنتهي الانتخابات الأمريكية تحديدا في موضوع غزة. في موضوع لبنان ممكن يتوصل لصيغة، لأنه لا أهداف في لبنان سوى إضعاف حزب الله وردعه وإبعاده عن الحدود ووضع آليات تضمن أن لا يعود. يعني لو أراد يعني ببساطة لو أراد وقف الحرب في لبنان، هو مجرد أن يوقف الحرب في غزة تتوقف الحرب تلقائيا في لبنان. هو يريد فصل الجبهات تماما. هذا بالضبط اللي كنت بقوله، هو بده يفصل الجبهات عشان يستفرد في جبهة غزة، وأنه لو مهما فعل في غزة لن يكون هناك جبهة أخرى تساندها. هو حتى الآن لم يتم أو لم ينعكس أي مساندة لغزة على حرب غزة، على الغزيين أنفسهم، على الناس، على المواطنين، على المقاتلين، على لم ينعكس ذلك. كل ما في الأمر قصة صمود أسطوري سجلها الشعب الفلسطيني هناك، ولكن إلى متى سيصمد هذا الشعب في ظل هذه الآلة الحربية العسكرية؟ وانت سمعت امبارح بجوز رئيس البرلمان الأمريكي الكونغرس شو بطالب يعني باستمرار الحرب على غزة، وبطالب الحرب على إيران، وبطالب ضرب حزب الله أكثر، وبقول نتنياهو لو سمعت كلام بايدن كان بمعنى يعني كان أنت خسرت كثير، وجيد أنك ما سمعتش كلام بايدن. عصمت منصور الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. شكرا حياك الله.